الآن مع آخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة. أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا من جديد تستعرضها لينا زميلتي ليلى عمر. شكرا لكما، ونتحول لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 35، الصغرى 25، الإسكندرية 30-23، مطروح 30-24، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 36-23. ننتقل للسويس 35-23، العريش 32-24، طابة 35-25، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 38-29. في الأقصر العظمى 39، الصغرى 28، أسوان 41-29، الوادي الجديد 40-26، شلاتين 37-29، وأخيرا حلايب 35-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.